أنا سميرة من الدار البيضاء. للا سميرة صباح الخير. صباح الخير دنيا. أهلا وسهلا. مرحبا. كيف صحتي؟ الله يبارك فيك. الله يسعدك. تحية ليك. الله يبارك فيك. للا للا يختك. أختي اليوم غادي نعطيكم المسمن بطريقة سهلة. المسمن هذه مناسبة نسبة للعيالة تيديروه. إيه مرحبا. غادي خصنا نتبعوا المراحل، كيجي مورق وغزال. نعم مرحبا. العجين عندنا ربعة الفرس. ربعة الفرس. وربعة القمح. ربعة القمح والملحة. ملحة. واللي بغى يذوب الله يذوب الكمية. باش غادي نورقوا عندنا الزبدة. زبدة. مخلطة مع الزيت. مخلطة مع الزيت. وخميرة. خميرة بلدية. خمارة الحلوة. لا خمارة الحلوة وحدة. واحد فاني. خص هذيك الزبدة والزيت. وفاني. خص الزبدة يعني مخلطين. مخلطين. والسميدة رقيقة. والسميدة رقيقة. تاهي نخلطوها معه؟ لا لا هذيك كتبقى بوحدة. غادي نعجنوا العجين ديالنا ونكلكوه مزيان. نخليه يرتاح شوية. ومن بعد غنخرجوا منه كرات صغار كيف العادة. أيه بحال اللي كنعجنوا المسمن. هذاك الشيء. وهذوك الكرات اللي غادي نسالي وغنمدوهم بهذيك السميدة الرقيقة. نحطو طوسين والسميدة ونبداو نمدو فيهم ونحطوهم. من بعد غادي ناخذ جوج قريصات مفهوم. غادي نهز قريصه غندير فيها شويه ديال الزبده والزيت ونحطو الاخرى فوق منها. ونبدا نحط بجوج مفهومه القضيه. نعم صافي. غادي نبداو ناخذ هذوك مي غنكملو. غادي ناخذ هذوك المسمنات اللي درنا جوج نبدا نورقو. نورقو ونفرحوهم ونخدموهم عادي بحال المسمنه. ونربعوهم. نعم صافي. غادي نبداو ولكن حنا كنخدمو كنديرو هذيك الزبده والزيت. نعم يعني خاصهم يجيو فازقين مزيان بالزيت والزبده. لا ماشي بزاف. لا ماشي بزاف غير شويه كيف العاده. كيف كنديرو في المسمن العادي. نعم. صافي كنطويو على اربعه. لا غير باش نطلقوهم باش يتورقوا لنا مزيان من طبيعه الحال. باش يتورقوا كنزيدو ثاني واحد عويشقه صغيره السميده ثاني من الوسط. وكنجمعو هذوك الجوج ياك جوج بجوج. كيكونوا لاصقين ما مخدومينش. نعم. نخدموهم من بعد. صافي وكنبداو نطيبو بالصحة والراحة ومبروك عواشركم. ومع شي بريري داتاي وهي القضية زوينة. وصحكم على العيد ومبروك عواشركم. الله يبارك فيك. لاله يخصك ان شاء الله. الدنيا اختي. الله يبارك فيك لاله. مرحبا.